لم نغفل عن أبنائنا المصريين في الخارج، عقدنا معهم عدة لقاءات تضمنت مواطنين من أغلب الدول العربية والأوروبية والأمريكتان. بحثنا معهم سبل التفاعل الدائم الذي لن يقتصر على مرحلة الانتخابات الرئاسية فقط، بل التواصل الدائم معهم وربطهم بوطنهم الأم. وعلى الصعيد الدولي استقبلنا وفودا من سفراء بعض الدول الأوروبية للرد على أسئلتهم وإطلاعهم على مستجدات الأوضاع عندنا بخصوص رؤية مرشحنا وخطتنا المستقبلية كحملة انتخابية.